زي ما شفنا تبادل الثقافات ده حاجة جميلة جدا. من الصين من الدول المهمة جدا اللي أولادنا يعرفوا عنها معلومات كتير ويعرفوا ثقافتها ماشية ازاي والشغل فيها عامل ازاي. يا ريت نبقى في تحضرهم وتقدمهم وعندنا حب العمل زي الصينيين. الفقرة اللي جاية معانا فقرة مهمة جدا، فقرة جميلة أنا شخصيا بحبها قوي، هي من مركز الحرف اليدوية بالفسطاط وسوق الفسطاط ولقاءات مع العارضين وزوار هذا المعرض من المعارض الرائعة اللي بتكون موجودة في مصر، هو معرض سوق الفسطاط. أو سوق الفسطاط تحديدا كده بيبقى ليه ريحة مختلفة وليه جو كده مختلف، لما تروح كده نفسيتك بتهدى وترتاح وتنبسط وبتشتري حاجات كتير، المكان نفسه لطيف. تعالوا نشوف مع بعض الفقرة اللي جاية من سوق الفسطاط ونرجع تاني نكمل. الحرف اليدويه والتراثيه اصبحت واقع في كل بيت مصري دلوقتي، وكل عايز يتدرب، بس احنا شايفين دلوقتي ان في ناس كتير جدا بقت بتعمل ورش وبقت الدنيا، يعني هل ده صح ولا غلط؟ هنعرفه من حضرتك. اهلا بيكي. التدريب ليه اصول، تدريب الحرفه اليدويه او الفن القواعد بتاعته مختلفه تماما عن التدريب العادي. يمكن احنا في الدورة التدريبية اللي عملناها للتي او تي لتدريب الفنون والحرف اليدوية كنا بنعتمد على تدريب الناس اللي بتشتغل اساسا بتدرب عندها خبرة في التدريب، لكن بنأهلهم ازاي ينقلوا المعلومة. الفن بالذات تدريبه صعب جدا لانه كل اللي بيدربوا في السوق دلوقتي بيعتمدوا على المهارة، مهارة اليد فقط، انه يدرب ازاي اشتغل قطع، لكن احنا كنا بنعلمهم ازاي ينموا المعرفة. بندرب بالعقل واليد والإحساس، لأن احنا بندرب فن مش بندرب مجرد نطلع حرفة. الحرفي الفنان غير الحرفي، الفنان لازم يبتكر لازم يبدع، فعلشان تتخرجي متدرب جيد لازم يتدرب على إيد محترف. كلميني على ورشتك النهاردة بقى والفن اللي انت بتعرضينه. أنا متخصصة في الديكوباج، مدربة معتمدة، ابتديت من حوالي 6 سنين أدرب. بعد 6 سنين من الخبرة العملية صدقيني لما أخدت الكورس المعتمد للتدريب المدرب الفنون فرق معايا كتير جدا. أنا كنت بدرب بشكل عشوائي، يمكن كنت بدرب بشكل مختلف وبحاول أن أنا أطور نفسي، لكن تدريب التي أو تي أو تدريب المدربين خلاني احط المحاور الاساسيه، ازاي اعمل حقيبه تدريبيه، ازاي افهم نوعيه المتدربين اللي قدامي، اوصل لكل واحد فيهم ازاي، انمي فكر الابداع وازاي هو يفكر ويبدع ويخرج اللي انا اديهوله اساس وهو يكمل عليه، مش مجرد ان انا بخليه يعمل قطعه واحده وخلاص هو كده اتعلم الديكوباج الصينيه او كده. انا حتى في شغلي بحاول ان انا اجرب كتير جدا، بشتغل على اكتر من خامه يعني، وده اللي انا بقوله للمتدربين بتوعي لازم تجربوا الورشه او الكورس التدريبي او الورشه التدريبيه اللي انتوا بتاخدوها دي الف ب. نعمل جمله ازاي هو ده اللي هم بيعملوه ويكملوا عليه من نفسهم بالقرايه بالاطلاع بالفيديوهات بكل حاجه. كمتخصص حضرتك تقييمك ايه للحرف اليدويه والتراثيه وخصوصا مع انتشارها واهتمام الدوله بيها؟ يمكن العشر سنين او العشرين سنه اللي فاتت حصل طفره كبيره جدا، يمكن العشر سنين بالفعل اللي فاتوا حصل فيها طفره كبيره جدا. الطفره دي تمثلت في ان دلوقتي بقى تعليم الحرف اليدويه بقى متاح في اماكن كتير ومختلفه. لينا كومنت صغير ان ممكن يكون بيدربوا غير متخصصين، فهي دي النقطه اللي بنحاول نعالجها دلوقتي من خلال برامج زي انا بدرب حاجه اسمها تي او تي الهاند ميد، اللي هي تدريب المدربين على نقل الخبره المتخصصه في الحرف اليدويه. لان في ناس كتير جدا عندها فكر الحرفة او المهارة، ولكن اسلوب نقلها لازم يكون بشكل متخصص ويكون بشكل علمي. الفترة اللي فاتت اصبح في شباب كتير دخل في الموضوع، الدولة دعمت دوت من خلال مجموعة كبيرة جدا من المشاريع، مجموعة كبيرة جدا من المعارض، وديت نتج عنها ان كان في ناس كتير بالفعل كانوا متوريين او مش عارفين يظهروا نفسهم بدأ يظهروا نفسهم. بقى دلوقتي عندنا يمكن بشكل ربع سنوي في عندنا معرض كبير
بيضم الناس ديت. الفترات اللي زي الكريسماس والحاجات دي بدأ يظهر فيها شغل حلو قوي. في ميزة حصلت الفترة اللي فاتت، الطلبة المتخصصين وغير المتخصصين، كان ملاحظ دوت في ناس كتير جدا خريجي تجارة وأداب وحقوق دخلوا في المجال وطلعوا منه منتجات مميزة. الموضوع دوت أنا شايف ليه يعني سلاح ذو حدين. الحد الأول الجميل جدا إن الانتشار دوت بيعمل تنوع وبيدي فرصه كبيره جدا للشباب ان هم يطلعوا الطاقه اللي جواهم والافكار، لان بالذات يمكن انا ملاحظ ان معظم الموضوع بنات. اوكي، البنت كل بنت بيبقى ليها ذوق، فلما بتطلع ذوق دوت في قطعه شغل بتبقى حاجه بجد جميله اللي هي اللي هتستخدمها. الشق الثاني ان احيانا بعض الناس بتاخد قشور المعلومات وتبدا تتخيل انك كده خلاص اتعلمت تقنيه كذا، الحليه او المصاغ او ما الى ذلك، فيبدا يقول ده انا خلاص بقيت متخصص. لا، يمكن رساله لاي حد اتعلم ذاكر كتير. انا استاذ متخصص في الموضوع دوت وعامل ماجستير ودكتوراه بتاعتي والاستاذيه والتفاصيل وكل المعارض بتاعتي والتخصص دوت ولا زلت اذاكر. اوكي، لما بذاكر بلاقي حاجات اكتر ببدا اضيفها. رسالة حضرتك تحب توجهها للي بيشوفونا دلوقتي وناويين يخشوا مجال الحلي او اي مجال في حرفة يدوية، تقول لهم ايه؟ وخصوصا مع العشوائية المنتشرة زي ما حضرتك اشرت في هذا المجال. اولا بطل تحلم، قوم نفذ حلمك. ده انا دايما بقول الكلمة دي لاولادي، بطل تحلم قوم نفذ حلمك. يعني بتقولش انا نفسي اتعلم كذا لا مفيش، هقوم دلوقتي. اعمل نفسك خطة، انتقي المدرب. بمعنى المجال التدريب عامة بتاعنا صغير مش كبير. اوكي، في اسماء كتير حتى ظهرت، فبدأ يبقى في اسماء ليها ثقل، يعني في حد معين مثلا في مجال كذا، فلما اروح اسأل مرة واثنين وثلاثة وادخل اشوف فيديوز وادور على المعلومة. التدريب من خلال النت مفيد، ولكن للي عنده خلفيه. في بعض الناس يقول لك انا ببدا اعلم نفسي بنفسي واشوف فيديوهات اوكي وهتعلم. هتتعلم، بس مش كل حد بيطلع كل الداتا بتاعته في الفيديو، فلازم اولا اقعد مع حد متخصص اخد منه البيزكس بتاعتي ثم اطورها عشان تمشي صح بقى، تتدرب صح. طبعا بعد ما شفنا سوق الفسطاط والحرف اليدويه، طبعا سوق الفسطاط ده ما بيخليش زي خليه النحل كده، ما بيخلاش من المعارض والعروض والحرف اليدويه دايما والمهرجانات، دايما بيكون فيه كل حاجه كل فتره كده، يعني للي بيحب دايما يتابع سوق الفسطاط. فقره سوق الفسطاط تكون دي اخر فقره لحلقتنا النهارده، وقت برنامجنا للاسف انتهى. استنونا حلقه جديده وصباح القاهره. تحياتي لبنى عبد العزيز.